عاد الله ايامكم. طبختي اليوم لضيوفي مجبوس لحم بعدس اخضر، بس على كيف كيفك، ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. اويلي اويلي على كيف كيفك. بسم الله. بداية نحمة البصل، شوف الثوم، 4 كيلو لحم قطعتهم قطع بالشكل هذا. لحم ما شاء الله، نحرك فيه لين ينشف الماي والزفر اللي فيه. البهارات، اللومي، نص علبة معجون الطماط، الملح، غطي وتركه لمدة ربع ساعة. نضيف له الماي الحار مستوى العيش. ما شاء الله تبارك الرحمن. العدس الأخضر نقعناه قبلها بساعة. نضيف العدس، غطي ونتركه 40 دقيقة يستوي العدس. ما شاء الله، نغطي ونتركه لمدة نص ساعة. ما شاء الله تبارك. هذا دقوس، ويلي على الدقوس، ويلي ويلي.